بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم على آله وصحبته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، ووفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يسر أمورنا وارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا والمسلمين، واجعلنا من أهل الجنة وأهل القرآن وأهل الأخلاق الحميدة يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقارئ أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى. وكنا تكلمنا في أحكام الصيام، وقلنا أن شرائط وجوب الصيام ثلاثة، وفرائض الصوم أربعة أشياء، أحدها النية بالقلب، فإن كان الصوم فرضا كرمضان أو نذرا فلا بد من إيقاع النية ليلا، اللي احنا بنسميها تبييت النية، يعني قبل الفجر. إذا كان صيام فريضة تكون النية من بين غروب الشمس إلى ما لحظة قبل طلوع الفجر، فلو نوى مع طلوع الفجر يبقى ما بيتش النية، ينعقد نافلة ولا ينعقد فرض. ويجب التعيين في صوم الفرض كرمضان وأكمل نية، نية صومه أن يقول الشخص نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى. والثاني الإمساك عن الأكل والشرب، والثالث الجماع والإمساك عن الجماع. وإحنا قلنا ممكن نخليهم إن الفرائض حاجتين بس، النية والإمساك عن المفطر، النية والإمساك عن المفطر، والمفطر نفكهم، يبقى الأكل والشرب والجماع. كويس. كنا وقفنا في الجلسة الماضية على قوله فلا بد من إيقاع النية ليلا، أي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يبيت النية قبل الفجر فلا صيام له. من لم يبيت النية قبل الفجر فلا صيام له، والتبييت إيقاع النية ليلا في أي جزء منه، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فأي لحظة لطيفة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، في أي لحظة يستحضر أنه ينوي غدا، خلاص يبقى اسمه بيت النية. وإحنا قلنا وقد يكون استحضار النية استعداد للصوم، كان مثلا يضبط المنبه أنه يستيقظ يتصحر، هذا الفعل نية، أو أنه مثلا يضع الطعام على المائدة ويغطيه كده بفوطة ويخش ينام عشان لما يقوم يلاقي الأكل قدامه ياكل، كأنه بيحضر لنفسه. وفي عرف المصريين لو اشترى زبادي بعد صلاة العشاء يبقى نية، لأنه بتوع رمضان لازم الناس تشتري زبادي، هي كل واحد جايب لك سطر زبادي كده وماشي، أول ما يقول لك رمضان بكرة يبقى دي كلها نية. يعني أي حاجة توحي إنه بيستعد لتاني يوم دي اسمها إيه؟ نية. ولو قبل ما ينام كده قام المية ولما اشرب لحسن ايه بكرة اعطش في الصوم، مجرد انه بيشرب لحسن يعطش في الصيام يبقى دليل انه ناوى الصيام، يعني لا يشترط انه هو يعني يقول باللفظ، لكن اكمل النية يقول نويت صيام غدا عن شهر رمضان، ايه عن اداء فرض شهر رمضان هذا العام. لان يا سائلي عن شروط النية، القصد والتعيين والفرضية، ثلاث حاجات. يا سائلي عن شروط النية، القصد والتعيين والفرضية، يعملوها كده شعر يحفظوه الأطفال زمان. ايه هي شروط النية؟ القصد، ان انا اقصد الصيام، اقصد الصلاة، اقصد الوضوء، اقصد العبادة، ادي القصد. والتعيين اعين العبادة اللي هعملها ايه، وانوه دي فرض ولا نافلة، عشان اميز بين الفرضية وبين ايه التطوع. يبقى يا سائلي عن شروط النية تمشي في كله بقى،
تمشي في الصوم وتمشي في الصلاة وفي التيمم وفي الزكاة في كل عبادة. القصد، لأن النية أصلا هي القصد المطابق للفعل، يبقى شروط النية القصد والتعيين، أعين هعمل إيه عشان أميز بين العبادة والعادة. يعني أنا تاني يوم رحت للدكتور بالليل قال لي أنت بكرة معدتك تعبانة ما تاكلش لحد المغرب، واخد بالك؟ يبقى ده اسمه رجيم غذائي بقى، علاج مش صيام، لأن أنا قصدت العلاج. فلما امتنعت عن الأكل والشرب كان قصدي العلاج، فيبقى إيه؟ التميز بين اللي قصده العلاج عامل رجيم واللي قصده الصيام إيه؟ القصد. إن ده قصد الصوم وده قصد العلاج. كويس؟ يبقى إيه؟ القصد. وبعدين تعين، تعين أنت إيه؟ قاصد الصيام، صيام إيه بقى؟ كفارة؟ ولا صيام رمضان اللي فات؟ ولا رمضان الحالي؟ ولا نذر؟ ولا ناوي تصوم إيه؟ يبقى لازم تعين. وتعين كمان ده فرض ولا نفل. كويس؟ يبقى أعين رمضان الماضي ولا رمضان هذا العام. كويس؟ وعشان كده بيقول فلا بد من إيقاع النية ليلا، لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت النية قبل الفجر فلا صيام له. والتبييت معناه إيقاع النية ليلا في أي جزء منه، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، يبقى مبتدأ الوقت غروب الشمس. زي ما قلت لك كانوا أجدادنا زمان لما يجوا يفطروا كنا نسمعهم يقولوا كده، يجي يفطر في شهر رمضان يقول اللهم إني لك صمت وعليك أفطرت ذهب الظما وابتلت الروك وثبت الأجر إن شاء الله، نويت الصيام غدا من شهر رمضان، يروح فطر. يبقى يفطر ويروح ناوي على اليوم اللي بعده كمان، كله مع بعضه كده. ليه؟ لأن دخل وقت تبييت النية وهو غروب الشمس، مش كده برضه؟ فيبقى إيه؟ تمشي على طول. فلا يشترط فيه النصف الأخير من الليل، يعني ما يشترطش تبييت النية يبقى بعد منتصف الليل، لا ما يشترطش، ممكن مع غروب الشمس. وعلم من ذلك أنه لو قارنت النية الفجر لم يصح صومه لعدم التبييت. يبقى لو نوى مع طلوع الفجر يبقى لا يصح صومه كفرض، ولا يضر الأكل والشرب والجماع بعدها، يعني بعد النية. لأن أنا نويت مثلا مع غروب الشمس أو بعد غروب الشمس إن أنا أصوم اليوم اللي بعده، ممكن بقى أكل وأتعشى وأتسحر، واخد بالك؟ وكل الحاجات دي ممكن تعملها بعد إيقاع النية، لا يضر. ولا يضر الأكل والشرب والجماع بعدها، أي بعد النية، وكذلك الجنون والسكر والإغماء والنوم. واحد اتجنن كده شوية وبعدين فاق لنفسه بس كان نوى، فالجنون ده غير قاطع للنية، ما يحتاجش تجديد نية تاني، نوى وبعدين نام ما وبعدين استيقظ قبل الفجر، ما يحتاجش تجديد تاني. وكذلك الإغماء، أغمى عليه بعدما نوى ثم أفاق، كان يكون مثلا راح لطبيب فإداله حقنة بنج وفتح له خراج مثلا، فنام خالص كده 10 دقايق فتح الخراج وفاق، وكان ناوي قبلها ما يحتاجش يبين ينوي تاني. كويس؟ او سكر، يسكر ازاي؟ سكر خطا، لا يتصور انه يسكر خطا، لا يتصور منه التعدي، واخد بالك؟ لكن افرض مسلم وتعدى وسكر، سكر قبل النيه، يبقى اثم شرعا فاعل كثيره، ولكن ما يحتاجش بعد سكره انه يجدد النيه لانه نوى قبل السكر. واضح؟ طب هو ممكن يسكر خطا ازاي؟ يجي يشرب ماء يظنه ماء يطلع خمر، فيبقى غير قاصد، لا اثم عليه، فممكن بتحصل. وكذلك الجنون والسكر والاغماء والنوم، كل دول لا يقطعوا النيه، فلا يجب تجديدها اذا نام بعدها ثم تنبه ليلا. ويضر رفض النية ليلا ولا يضر نهارا. وعليكم السلام. يعني هو نوى ان يصوم بعد غروب الشمس او في لحظة من اللحظات ايه اللي هي من الغروب الى ما قبل الفجر، نوى يصوم غدا، وبعدين وهو قاعد كده بيسمع ايه الاذاعة ف
فقالوا له بكرة الحرارة 45. قال يا نهار اسود، لا يا عم مش هصوم بكرة، ده انا عندي مشوار. فقطع النية، هنا يضره يضره. فان صام ثاني يوم بعد ما قطع النية وما جدداش ضر، يبقى ما بيتش النية. فهم؟ لكن لا تضر قطع النية نهارا وهو صايم. يعني هو صايم اهو الحمد لله وماشي رايح شغل، وجاء على الساعة 3 العصر كده قبل العصر، لقى نفسه ميت من العطش، مش قادر خلاص، مش قادر يبلع ريقه حتى، لان يعني مفيش ريق اصلا، يعني تعبان خالص. فراح ايه، نوى قطع الصوم لعدم القدرة على اكتمال اليوم، اكمال اليوم. فراح لبتاع عصير القصب، وقف قدام عصير القصب شغال بيعصر، وناوي دفع الفلوس. الراجل اداله الكوبايه، يعني خد الكوبايه كده، يا جدع ده فاضل ساعتين والمغرب جدا. لا يا عم خده، مش هفطر، كمل، ما يضرش، صومه صحيح، صومه ايه صحيح. فهمت؟ لا، يبقى لا يضر قطع النية نهارا، بخلاف الصلاة على فكرة، دي في الصوم، لكن في الصلاة يضر، في صلب الصلاة يضر، لو عمل كده جوه الصلاة يضر، لكن في الصيام لا يضر، تيسيرا على الأمة. ايه يعني؟ افرض حرام عليه ويعمل له قصب يا اخي. ايه يعني؟ ما المحلات فاتحة في عز نهار رمضان دلوقتي. هما بيهمهم. من الناحية الشرعية حرام ان هو يبيع حاجة مأكول ومشروب في النهار في شهر رمضان. حرمة الوقت يحرم عليه. مش كده برضه؟ أنا بديك مثال. طيب، وأما الردة لو ارتد، وأنا بقول لك إن الردة دي بتحصل في لحظة، وأنت قاعد تتفرج على التلفزيون، واحد يقول لك كلام يودي في داهية تقتنع أنت بيه. يبقى قبل البرنامج كنت مؤمن، اتفرجت على البرنامج، يعني عليك العوض. وعلشان كده ما تتفرجش على برامج العالم اللي مخها طائق، لحسن يقول لك حاجة تدخل عقلك يقوم يطقق عقلك. صح؟ فلازم ما تاخد الدين تاخده من اهله، مش تاخده مش من مفكر اسلامي. ايه مفكر اسلامي؟ يقول لك معانا النهارده المفكر الاسلامي، يجي ساعه البيل المفكر الاسلامي يقعد يكفر اهل الله ويكفر الناس ويطعن في سنه النبي، ويجي يقول لك كلام في القران ما انزل الله به من سلطان، وبعدين هو وجيه في الكلام وراجل كده كلامه لبق، تقول والله الراجل ده كلامه وجيه حلو قوي، ايه الحلاوه دي؟ برضه كلامه محتمل. تبص لا، لقيت نفسك شاركته في الفكر الباطل. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الزمن بتاعنا ده بيوصفه، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. تصدق بقى ببساطه كده، ابسطك واحد يجي مثلا بينتقص النبي في برنامج، وانت اقتنعت بكلامه، وانتقاص النبي كفر، يبقى ارتد. هو قاعد صايم بيصلي صيام، فاتفرج على برنامج فيه انتقاص للنبي فاقتنع برأيي، ارتد، بطل صوم. شفت ازاي؟ فتاخد بالك، خد بالك من الحاجات دي. زي ما كانوا قعدوا يتكلموا على بول النبي نجس ولا طاهر ومش نجس، ايه قلة الادب دي؟ ازاي تجيب لي حاجة مستقذرة وهي النجاسة تربطها بالنبي؟ لأن ربط المستقذر بالنبي انتقاص لأي نبي، فلا يليق نسبة الاستقذار لأي نبي، ما يليقش، يبقى انتقاص. صح؟ يبقى أما يجي يقعد يتكلم وبعدين الناس تقعد تسمع، اه والله كلامه وجيه، ايه يعني؟ اه بقول النبي نجس، روح في داهية بقى، يروح في داهية، لأنه نسب النجاسة وهي مستقذرة للنبي، وكل نبي لا ينسب له مستقذر، لأن مطلوب توقير وتعظيم الأنبياء. كويس؟ فدي مش حاجة تبحث على العامة والملأ، دي حاجة أكاديمية، يقعد علماء الدين كده أكاديمية بحتة يتكلموا بصوت واطي ويقعدوا يبحثوا حاجة زي دي، هل يليق تبحث ولا لا تبحث؟ لكن لا تقال على الملأ. وبعدين ناخد رأي، ويقول لك معانا تليفون، تيجي لواحدة من ربة البيوت، إيه رأيك؟ بقول النبي رأيك إيه فيه؟ واحد تاني قاعد على القهوة يتصل بالبرنامج يقول لنا ما ينفعش، دي مش قضايا يقال فيها الرأي العام،
فهمتني؟ لا يليق. أو تسمع واحد مثلا من الجماعة القرآنيين وقاعد بقى يطعن في السنة، والسنة فيها موضوع ومش عارف إيه وبتاع، وإحنا ناخد القرآن بس، واللي يقول ناخد القرآن بس ده كفر، لأنه إنكار السنة كفر. واخد بالك إزاي؟ شفت بقى إن ممكن الواحد وهو مش واخد باله يرتد وهو قاعد كده، لا بيه ولا عليه، قاعد يسمع العالم اللي مخها طائي دي. عشان كده الرسول يقول لك إيه صلى الله عليه وسلم في الزمن بتاعنا ده؟ تعرض الفتن على القلوب كأعواد الحصير عودا عودا. مش كده برضو؟ على طول ليل نهار تلاقي فعلا الفتن شغالة على النت وفي الشاتنج وفي التلفزيون وفي الجورنال وفي المقالة دي وفي البرنامج ده، حواليك محيطة بيك، وانت حتى قاعد في النادي مع زمايلك بتتكلم، وانت في الشغل، وانت راكب الاتوبيس، وانت على محطة القطر، تبص تلاقي قاعد فتن شغالة، فتن شغالة، وناس قاعدة ما بيبطلش كلام وفي كل موضوع، لأن الوقت العلمانية إيه؟ أنه لا مقدس، كل شيء قابل للمناقشة، حتى الذات الإلهية يقعدوا يتناقشوا فيها، ما بقاش فيه مقدسات، واخد بالك؟ ولا في أنبياء تحترم، ولا في حاجة، كل حاجة قابلة للمناقشة، حتى النص القرآني عايزين يخضعوه للنقد الأدبي، وده إحنا عندنا النص القرآني ده كلام ربنا، لا يخضع للنقد الأدبي أصلاً، لأن لو خضع للنقد الأدبي معناه هنظر له نظرتي إلى شعر عنترة بن شداد ومش عارف مين والمعلقات السبع، وده ما ينفعش، يبقى ده امتهان للقرآن، وامتهان القرآن كفر. خدت بالك ازاي؟ فالحاجات القضايا دي كلها قضايا في منتهى الخطورة، واصبح في زماننا الردة سهلة. فيبقى هو كان صايم، سمع البرنامج اللي فيه كلام يودي في ده، اقتنع بيه، فايه ضر صومه لانه ارتد، قلب المحط، لقى مثلا عالم متزن رد على الكلام اللي هو دخل في مخه، قال استغفر الله ده كلام فارغ، دخل في الاسلام بس صيامه ضاع اليوم منه، يبقى عليه الاعاده، عليه اعاده اليوم، ويمسك. ليه؟ لان نيته تاثرت، الرده قطعت النيه، الرده قطعت النيه، خدت بالك؟ وعشان كده لكن احنا قلنا ان نقد النيه بغير رده في اثناء نهار رمضان لا يقطع ايه؟ الصوم الصحيح يعني. واما الرده فتضر ليلا ونهارا. احنا حضرنا فتره ايام الشيوعيين ما كانوا مسيطرين على الجامع، كانت الناس بتكفر كده عالي في الشارع كده، سنه 71 و72 كانت موضه، كل واحد يقول مفيش ربنا، طب وريني ربنا كده في الجامعه كده، يمشي في الشارع العيال تقول كده في الجامع. حضرنا المرحله دي، وكانوا يتباهوا بمثل هذه الكلمات، واخد بالك؟ فده كانوا الرده كانت منتشره بهذه الصوره في الفتره دي، وكانت الناس تتباهى ان هم لا دينيين، وان هو متجرع على الذات الالهيه، متجرع على الانبياء وحاجات كده، وكانت مصر ماشيه مع الشيوعيين والحكايه ماشيه، وكان حتى اللي يروح روسيا علشان يعمل دراسه يعملوا له امتحان في الالحاد الاول، لازم ينجح في الالحاد عشان يبقى ملحد نمره واحد، عشان بعد كده يسجل الماجستير والدكتوراه. دي حقيقه مرت البلاد بمراحل مثل هذه الاشياء، فالواحد ياخد باله من مثل هذه الاشياء اللي انا بقوله لك ده، مش قصص يعني خياليه واساطير، لا ده احنا عشناها وما زلنا عايشينها. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر، ويمسي كافرا مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وصدق رسول الله، لان انت ممكن تقرا واما الرده فتضر ليلا ونهارا، يقول هو في حد بيرتد؟ ده معقول؟ بس انت طيب السريرة بقى، مش واخد بالك ان الحكاية بقت يعني في منتهى الشدة، فنسأل الله ان يعافينا منها، اعاذنا الله منها. ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد من رمضان ان كان منه، يعني على ايه؟ يقول ايه في ليلة الثلاثين نويت صيام غدا ليلة الثلاثين شعبان، اللي هي قد تكون بكرة شعبان اكمال شعبان، وقد تكون ايه رمضان، مستنين لسه ايه فضيلة المفتي يطلع في التلفزيون ويقول لنا نصوم بكره ولا ما نصومش، فهو عايز ينام مش عايز ينتظر الاذاعه. فقام قال ايه؟ اما انام انا بقى، وهو نومه تقيل، عارف انه ينام يتخمد يصحى بعد الفجر، هي عادته كده. فقال لك نويت صيام غدا ان كان من رمضان، وراح نايم، صحي بعد الفجر وطلع رمضان، لا ينعقد صومه لان نيه معلقه، لان يشترط في النية الجزم، يبقى عنده جزم جازم،
لكن دي نيه معلقه مهزوزه كده ما تنفعش، فاهم؟ يبقى لازم يكون عنده جزم في اثناء النيه. وعشان كده بيقول ولو نوى ليله الثلاثين من شعبان، اللي هي قد تكون ليله 30 وقد تكون ليله واحد رمضان، صوم غد من رمضان ان كان منه، شو بقى يعني قيدها بكده، ان كان منه لم يقع عنه الا ان اعتقد كونه منه بقول من صدقه من عبد او امرأة. لكن لو كان عارف النتيجة من الكنترول قبل ما يذاعها فضيلة المفتي، لان بتوع الارصاد قالوا له ده النهارده على فكرة ثبت الهلال والمفتي ان شاء الله هيطلع على الساعة 8:30 يقول لكم صوموا بكرة، علشان هو ليه علاقة بالارصاد فسمعها من مصدق، فعنده خبر جازم فراح نوى بكرة بشهر رمضان، ده نيته صحيحة. فهمتني ازاي؟ لانه جاله خبر من مصدق. حتى ولو فاسق، حتى ولو هذا الانسان اللي قال له الكلام ده فاسق، لكنه ما يكذبش في الحاجات دي. فاسق بس ما يكذبش في الحاجات، كافر بس ما يكذبش في الحاجات دي. افرض واحد في الارصاد ومسيحي، موظف في الارصاد ومسيحي او كافر، لكنه راجل دقيق في صنعته ومهنته ما يكذبش. وقال لي وانا عارفه من خبرتي فيه ان هو راجل مصدق، خلاص يبقى لا يشترط في ايه في الحاجات دي ان يكون مسلما ولا ان يكون عدلا، بس يكفي ان القرائن عندي تدل على انه صادق. فهمتني؟ طيب يا سيدي لو قال له كده بتاع او مراهق، لو بتاع الارصاد قال له كده وبعدين فضيله المفتي لاغراض اخرى زي توحيد الهلال او غيرها طلع قال بكره يا اخوانا مش موضوع احنا هنوحد الهلال مع وهو مقتنع صدقه، وجب في حقه الصوم ولا يجب في حق غيره. يعني لان هو مؤاخذ، مؤاخذ باعتقاد نفسه. هو مؤاخذ باعتقاد نفسه. يبقى وجب في حقه الصوم. زي واحد شاف الهلال، انا شفته بعيني، رحت للمفتي قال لي لا ده مش هيظهر النهارده، انت بتهيأ لك، ده انت بتهيأ لك، ده انت الشعاع عمل كده في النضاره فقلت ده هلال، لكن انا متاكد ان انا شفته. يبقى يجب في حقي اني اصوم بكره في حق نفسي. ايوه انا في حق نفسي، انا جالي خلاص شفت، انا ربنا هيسالني عن رؤيتي، انا شفته. واضح؟ ولا يجب على سائر الامه تصوم بصومي لان ما صدقونيش. واضح؟ ويجب ان يصوم كل من يصدقني كمان. مراتي مصدقاني، عارفه ان انا راجل ما اكذبش، تصوم زي جيراني اهل حيي، لكن يصوموا سرا ولا يعلنوا انشقاقهم عن الجماعه، لان كل واحد ياخذ باعتقاد نفسه بس، هو الفقه يقول كده، ولا يعتقد في نفسه ان هو افضل من غيره كمان، مش يقول لا ده انا بقى احسن منهم انا صايم هم لا لا هم لا ياثموا، وانت لو افطرت تاثم، وهم لو افطروا لا ياثموا، لان هم ما شافوش انت شفت، بس انت غير مصدق عندهم. ما يجراش حاجه من علامات القيامه ان يكذب الصادق ويصدق الكاذب، وهيجي زمن كده يصدق الكاذب ويكذب الصادق، النبي قايل كده صلى الله عليه وسلم، ومن علامة القيامة كده يجي عادي. واحنا كل ما بنشوف الحاجات دي بنصدق، لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا بالصدق. فكل ما نشوف الفتن دي على فكرة بنزداد ايمان مش بنفتن. اللي يعرف الاخبار دي عن النبي كل ما يشوف الفتن دي يزداد ايمانا، مش يزداد بقى فتن ابدا. ده يقول يا سلام ده انا عندي من الرسول برهان الحمد لله يبعد عنه. فهمتني بقى ازاي؟ ادي ميزة معرفة علامات اخر الزمان، انها بتزيدك ايمان وتقيق الفتن، تبقى ماشي على بصيره. انما اللي مش عارف علامات اخر الزمان بيدهس فيها، بيدهس في الفتن ومش واخد باله. علشان كده الاسلام قام على اربع اشياء، على الاسلام اللي هي الشريعه، وعلى الايمان اللي هي العقائد، وعلى الاحسان اللي هو السلوك، وعلى معرفه امارات الساعه. اربع حاجات، هو ده الدين. النبي قال عليه جبريل اتاكم يعلمكم ايه دينكم. يبقى دين اربع حاجات، شرائع وعقائد تقر في القلب، وسلوك مع الخلق ومع الخالق اللي هو الاحسان، ومعرفة امارات الزمان وعلامات القيامة وصنع الله في الكون، علشان لا افتن فافقد ديني. واضح؟ فيبقى كده. وعلشان كده لما جاء سيدنا جبريل سأل النبي اربع اسئلة، عن الاسلام وعن الايمان وعن الاحسان وعن الساعه وامراته، مش كده برضه؟
فيبقى لازم ندرس علم اسمه أمارات الساعة اللي هي العلامات الصغرى. علشان كده العلماء أفرادوا لها تأليفات كثيرة. عشان إيه؟ عشان الأمة تبقى على بصيرة. يقوم كل ما يزداد بك التقدم في العمر وكل ما تشوف الفتن دي تقول صدق رسول، تزداد إيمان، وغيرك يفتن وانت بتزداد إيمان. هذه معنى النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقول إيه؟ تعرض الفتن على القلوب، فأي قلب أشربها لجهله بها يشرب يتأثر به فتنكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها يقول آه ده الحمد لله ده هي دي من الفتن اللي النبي قال لي عليه يبعد عنها فتنكت فيه نكتة بيضاء. فهمتني بقى إزاي؟ فتصير القلوب إيه؟ على قلبين، أبيض مثل الصفا لا يضره شيء ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربادة كالكوز مجخية مقلوب كده لا يرى معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من نواه. الحديث في صحيح، مسلم، خد بالك، معروف حديث سيدنا حذيفة اللي حكى لسيدنا عمر في خلافة سيدنا عمر وقال له إن بيننا وبينها لباب يكسر، فسيدنا عمر قال له أيكسر؟ لا أبا لك، قال نعم يكسر. ما هو سيدنا عمر دقيق في الكلام، قال له يتكسر ولا يتفتح؟ ما هو لو هيتفتح يبقى ممكن يغلق تاني، لكن يتكسر معناه هيفضل مفتوح على طول بقى. عشان كده ده سؤال سيدنا عمر بيقول له أيكسر أم يفتح؟ قال لا بل يكسر. وبعدين سئل بعد ما مشي عمر قال أتعلمون من الباب؟ إنه عمر. فقالوا له طب وعمر يعرف إن هو الباب؟ قال نعم إنه يعرف كما يعرف أن بعد غد أن غدا بعد اليوم أو شيء من هذا المعنى، أو دون الليلة البارحة، واخد بالك؟ وده اللي حصل. فيبقى إيه؟ يبقى معرفة علوم يعني علامات القيامة ده جزء هام لمحافظة للمحافظة على دينك أوقات الفتن. واضح؟ ايوه حكى لهم كل حاجه صلى الله عليه وسلم. ده في مرتين او مره النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعد صلاه الصبح الى الظهر متواصل، وبعدين اذنوا الظهر صلى الظهر وخطبهم للعصر، والنبي ما توضاش اليوم ده، وضوء الصبح صلى بيه العشاء في هذا اليوم، وبعدين بعد ما صلوا العصر خطبهم للمغرب، وبعد المغرب خطبهم للعشاء. فالصحابة بيقول لك ايه؟ اخبرنا عن كل شيء الى ان تقوم الساعة والى ان يحشر الناس ويدخل اهل الجنة الجنة واهل النار النار، فلم يترك لنا قائدي 300 نفر ليوم القيامة الا وذكر لنا اسمه واسم ابيه ورايته، تذكر من تذكر ونسي من نسي. وكل علوم علامات القيامة مقتطفات من هذا الحديث الطويل، كل واحد حفظ ايه؟ فقرة قالها فبقت حديث، كل واحد حفظ فقرة قالها، فهمت؟ فالنبي ما ترك لناش حاجة صغيرة ولا كبيرة الا واخبرنا عنها عشان يحفظ لأمته ايمانهم، مش نسيب احنا الناس تعك كده. ما هو يقول لك كده، يقول لك لا تقوم الساعة الا ويرفع الحياء، يرفع الحياء، وديك انت شايف الوقت العيال تبين لبستها في الشارع، مش كده برضه؟ ينزل البنطلون عشان يبين الكلوت. طب مش دي قلة حياة؟ مش دي قلة حياة؟ لكن ما بقتش قلة حياة في الزمن ده، يبقى دليل الحياة اترفع، صح ولا لا؟ رفع. ومش كده بس، ده مش الصبيان اللي تعمل كده، والبنات تعمل أكتر من كده، تبين سرتها وتبين بطنها وتبين مش عارف إيه، وتبقى ماشية عادي سعيدة كأنها مفيش حاجة. واخد بالك؟ مش كده وبس، ده هتزداد، ده النبي بيقول لك هتزداد الامر الى ان يجامع الرجل المرأة على قارعة الطريق ويقول العاقل هل لو فعل ذلك بجوار الحائط حتى لا يعني يؤثروا على المرور. ده العاقل فيهم يقول كده، يعني لازم في قارعة الطريق، وبعدين العربية تمشي كده والعربية تمشي كده والناس تقف تتفرج، طب ما كان في الدير وكده يعني جنب الحيطة بس، يبقى هيظل الامور في قلة حياة، يبقى احنا متوقعين ان قلة الحياة هتزداد. فلما تلاقي قلة الحياة بتزداد تقولي صدق رسول الله، تقوم تزداد ايمان، مش تزداد بؤس ويأس، لا ده كل مدى الكفار تزداد بؤس ويأس وانت تزداد ايمان تنور اكتر. شفت بقى ميزة انك انت تعرف ان نبيك لم يترك لك امر عشان ما تستغربش، هو اخبرك ليه النبي؟ علشان لا تستغرب، لان القيامة لن تقوم الا على لكع ابن لكع، فلازم يعم الظلم ويعم الايه
قلة الحياة ويعم الفوضى، في حديث كده يقول لك وتعم الفوضى، والوقت كل الكلام على الفوضى الخلاقة، نفس لفظ النبي بيقولوه، وبيقولوا الكفار. في أكتر من كده صدق للنبي بقى؟ مؤيل كده قال وتعم الفوضى، لما أصبحت الفوضى نوع من الجمال ونوع من الفلسفة ونوع من النظريات الجديدة لصياغة حياة جديدة، حتى فوضى في اللغة وفوضى في الأفكار وفوضى في الملابس وفي الألوان وفي الضوضاء وفي الكلام وفي العبارات، كله فوضى. فهم؟ يبقى كده لما تشوف انت بقى الفوضى دي والفوضى الخلاقة والكلام ده، تقول صدق رسول الله، مش تقول ده احنا هنضيع، تقول ده انت صدق رسول الله. فهمت بقى؟ صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى شكل الكفار يقول لك ايه الآية نزل الكفار، يقول لك سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. سنريهم ايه؟ آياتنا في الآفاق، ده للكفار، سنريهم للكفار آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، ده للكفار. طب وإحنا اللي عارفين العلامات دي من النبي لنا آية تانية، قل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. احنا بقى نشوف الآية نعرف ما نستغرب لها، نعرفها فنزداد إيمان. قل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما الله بغافل عما تعملون. فهمت بقى؟ فإن تبين أنه من شعبان لم يصح حتى عنه لعدم نيته له، اللي هو قال إيه؟ اللي قال نويت صيام غدا إن كان من رمضان. طب افرض ما طلعش، طلع رمضان لا تصح النية، طب وطلع شعبان لا تصح عن شعبان، كويس؟ لعدم نيته له، والفرض أنه علق النية فإن جزم بها مع اعتقاد كونه منه بقول من ذكر صح بالأولى إن بان من رمضان، كويس؟ دي واضحة. يعني لو جزم بقى لأنه عارف في واحد قال وهو يصدقه صح، ولو نوى صوم غد نفلا إن كان من شعبان وإلا فعن رمضان، فإن بان من شعبان صح صومه نفلا لأن الأصل بقاء، وإن بان من رمضان لم يصح. دي صورة تانية بقى، واحد قال نويت صيام غدا إن كان من رمضان فعن رمضان، وإن كان من شعبان فنفل أو تطوع، فلما صحي قالوا له النهاردة شعبان صح عن شعبان، قالوا له النهاردة رمضان لا يصح، لافتقار الإيه الفرد إلى النية، ولأن الأصل بقاء شعبان حتى يثبت خلاف، مش كده؟ واليقين لا يزول بالشك، قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وإن نوى ليلة الثلاثين من رمضان، اللي هي بقى هيتبقى لك بالعكس بقى في آخر رمضان بقى، يبقى في الأول كان بيجيب لك السورة في أول رمضان، وهنا السورة في آخر رمضان. وإن نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد عن رمضان إن كان منه أجزأه، لأن الأصل بقاؤه. يعني جه في ليلة الثلاثين من رمضان بعد ما صلى العشاء ولسه ما أعلنوش، قال نويت صيام غدا من شهر رمضان وراح نايم، صحي قالوا له ده العيد ما يجراش حاجة يفطر، قالوا له طلع رمضان صح صومه. ليه؟ لأن الأصل بقاء رمضان، لأن برضو اليقين لا يزول بالشك، هو يقينا في رمضان مش كده؟ قول ويجب التعيين في صوم الفرد، زي ما قلنا احنا ايه شروط النية، يا سائلي عن شروط النية القصد والتعيين والفرضية، يبقى يجب التعيين في صوم الفرد اي من حيث الجنس كالكفارة. يعني ايه فرد الصوم؟ قد يكون رمضان، وقد يكون قضاء عن رمضان السابق، وقد يكون كفارة، وقد يكون نذر، مش كده؟ برضو دي الفرائض بتاعت الصيام. وإن لم يعين نوعها ككفارة ظهار أو يمين، يعني مش شرط يقول نويت صيام غدا كفارة يمين، يقول نويت صيام غدا كفارة،
يقع بقى على كفارة ظهار على حسب بقى ما في قلبه، او على كفارة اليمين على حسب، يعني مش شرط تقول كفارة ايه، بس يكفي ان يقول كفارة. وكصوم النذر وان لم يعين نوعه كنذر تبرر او لجاج. نذر التبرر اللي هو مطلقا غير مشروط، ونذر اللجاج اللي هو المشروط. لو شفيت لابني حصوم ده اسمه لجاج، يبقى نذر ده يعني مكروه ويجب الوفاء به اللي هو النذر المشروط. كويس، يبقى النذر المشروط فيه إساءة أدب ويجب الوفاء به، لكن نذر التبرر اللي هو ايه مطلق البر كده، نوائل لله علي ان اصوم يوما وافطر يوم وخلاص، فاصبح عليه نذر يصوم يوم ويفطر يوم، مش لحاجه معينه، مش معلقه على حاجه معينه، بس ده نذر بر. كويس. وكالقضاء عن رمضان برضه ده فرض، وان لم يعين رمضان سنه بخصوصها، تقول ايه نويت صيام غدا فرض مما فاتني من رمضان، رمضان السنه اللي فاتت اللي قبلها اللي قبل اللي قبلها، ما يجرش حاجه. كويس. وانما وجب التعيين فيه في رمضان الحاضر ده، تقول في رمضان هذا العام فيه اللي هو رمضان الحاضر ده، ليه؟ لانه عباده مضافه الى وقت كالصلوات الخمس، زي الفرض الصلاة لما تقضيه ويكون فاتك من سنة مثلا، ما بتقولش نويت صلاة فرض العشاء ليوم كذا الموافق يوم كذا شهر كذا، ما بتقولش كده، مش كده برضه؟ تقول نويت صلاة فرض عشاء مما فاتني، الله أكبر وخلاص، هو يقع بقى في الخانة اللي كانت فاتتها. كذلك لو رأى، لكن لما بتصلي فرض عشاء النهاردة تقول فرض عشاء أداء، مش كده برضه؟ يبقى بتحدد النية بتاعت الوقت. وإنما وجب التعيين فيه لأنه عبادة مضافة إلى وقت كالصلوات الخمس، وخرج بالفرض النفل لما بيقول يجب تبييت النية ليلا في صوم الفرض، لما قال الفرض ده خرج النفل، فلا يجب التعيين فيه، بل يصح بنية مطلقة بأن يقول نويت صوم غد لله تعالى. هكذا أطلقه الأصحاب. قال في المجموع: وينبغي اشتراط التعيين في صوم الرواتب كعرفة وعاشوراء وستة شوال، دي اسمها صيام الرواتب المعروفة اللي النبي حث عليها بوضوح، كرواتب الصلوات. وأجيب بأن الصوم في الأيام المذكورة منصرف إليها، وعشان كده تصوم يوم عرفة حتى لو جاء يوم جمعة، وتصوم يوم عاشوراء حتى لو جاء يوم حد أو يوم سبت، مع ان منهي افراد مثل هذه الايام للصوم اذا قصدت الايام ذاتها، لكن انت لا تقصد اليوم، تقصد يعني اليوم الاسبوعي، ده انت تقصد الميعاد السنوي ليها، زي ليله النص من شعبان تيجي تحتفل بيها وتصوم تاني يوم. كويس. وينبغي اشتراط التعيين في صوم الرواتب كعرفة وعاشوراء وستة من شوال كرواتب الصلوات. وأجيب بأن الصوم في الأيام المذكورة منصرف إليها وإن لم ينوها، بل وإن نوى غيرها كقضاء وكفارة كتحية المسجد، لأن المقصود وجود الصوم فيها، وبهذا فارقت رواتب الصلوات. يعني انا جيت في شهر شوال رحت صايم اثنين وخميس فجمعت اكتر من ست ايام، يبقى ينصرف ستة من دول لصيام ستة شوال. كويس. من دول يبقى مش شرط ان انا اعينها، المهم تقع في شوال. واضح. او انا اصلا بصوم اثنين وخميس فصادف يوم عرفات جه يوم اثنين فصمته مع النوافل بتاعه، يقع عن يوم عرفة. واخد بالك؟ ها؟ وعن الاثنين. قوله كرمضان قضيته انه لا يشترط التعرض للفرضية، وهو كذلك كما صححه في المجموع تبعا للاكثرين، وان اقتضى كلام المنهاج الاشتراط. والفرق بين صوم رمضان وبين صلاة الفرض كالظهر ان صوم رمضان من البالغ لا يقع الا فرضا اذ لا يعاد،
وأما الظهر مثلا فقد يكون منه نفلا كالمعادة، ويتصور ذلك في الجمعة بأن يصليها بمكان ثم يدركها في مكان آخر فيصليها فيه فتقع له نافلة. يعني بيقول هنا: والفرق بين صوم رمضان وبين صلاة الفرض كالظهر أن صوم رمضان من البالغ لا يقع إلا فرضا إذ لا يعاد، وأما الظهر مثلا فقد يكون منه نفلا كالمعادة. يعني أنا صليت الظهر وبعدين بان لي إن كان في خلل في الصلاة بتاعتي فأعدته، يبقى اللي كان فيها الخلل ولا يبطلها تصير نافلة والتانية معادة، واخد بالك؟ أو إن أنا صليت الظهر في جماعة المسجد فوجدت واحد تاني بيصلي فتصدقت وصليت معه عشان ياخد ثواب الجماعة، يبقى واحدة تقع فرض والتانية تقع نافلة. ويتصور ذلك في الجمعة بأن يصليها بمكان، صلى الجمعة في مكان وبعدين ركب عربيته راح مشوار كده لقى لسه في جامع بيصلي جمعة ما خلصوش، نزل صلى معاه ثم يدركها في مكان آخر فيصليها فيه فتقع له نافلة اللي هي التانية. لكن في رمضان ما يتصورش فيه إلا إنه يقع فرض بس من رمضان هذا العام، من رمضان هذا لكن في بعض العلماء قالوا لا، حق يقول فرض رمضان هذا لا، في بعض العلماء في الشافعية قالوا كده، التانيين قالوا لهم لا ليه يقول فرض، ما هو رمضان لا يقع الا فرض اصلا لا يتصور فيه غير ان يكون فرضا فمش محتاج، فاهم؟ ده مناقشة بين العلماء. حتى دكتور سلطان طاوي الشيخ الازهر كان قال ان يجوز طبعا على المبادئ الاخرى ان احنا ننوي نية واحدة ما ده على مذهب اللي احنا بدي قلناها الجلسه اللي في ماضي. قلنا ان ينويها كده في اول رمضان عشان لو جاء يوم من الايام نسي يبيت النيه فتنسحب عليه ولا نطلب منه الاعاده لصحه صومه على مذهب معتبر، واخد بالك؟ وعليه ان ينوي يوميا خروجا من خلاف، واضح؟ لانه نوى في اول رمضان. وأكمل نية صومه أن يقول الشخص نويت غد نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى، وأقلها أن يقول نويت صوم رمضان بس أو نويت الصوم عن رمضان، فلا تجد نية الغد ولا الأداء ولا الإضافة إلى الله تعالى كمان ولا تعيين السنة، فإن عينها وأخطأ فإن كان عامدا عالما لم يصح لتلاعبه، وإن كان ناسيا أو جاهلا صح. سهل الكلام؟ نويت صيام غدا من شهر رمضان للعام الهجري الموافق 1430 وهو عارف أنه في 29 عامد، يبقى لا يصح لتلاعبه. طب قال 1430 وهي 1429 ناسيا أو جاهلا صح لعدم تلاعبه. قوله صوم غد اشتهر لفظ الغد في تفسير التعيين وهو في الحقيقة ليس منه، وإنما وقع ذلك من نظرهم إلى التبييت. قول رمضان هذه السنة بإضافة رمضان إلى اسم الإشارة لتكون الإضافة معينة لكونه رمضان هذه السنة، وأيضا على عدم الإضافة تكون هذه السنة ظرفا لقوله نويت وهو فاسد، لأن ظرف النية اللحظة التي وقعت فيها من الليل لا السنة لله تعالى. ويسنى أن يقول إيمانا واحتسابا لوجه الله الكريم، يزودها يعني. قول الإمساك لأن اللسان بيعين القلب على الاستحضار بس، هذه المسألة، لكن لا يجد باللسان. والشرط الثاني الركن الثاني يعني اللي هي أربعة فرائض، الثاني الامساك عن الاكل والشرب. الامساك عن الاكل بضم الهمزة بمعنى المأكول لانه المراد هنا، واما بفتحها الاكل نفسه فهو الفعل الذي هو تحريك الفم وليس مرادا هنا،
يعني هي دقة، لان ما تقول الاكل اللي هو ما يؤكل، انما الاكل اللي هي الفعل نفسه اللي هو انك انت تحرك لسانك وتبلع، واخد بالك؟ دي الحركة نفسها يعني. فيقول لك انا المقصود الامتناع عن المأكول مش عن حركة الاكل، فهمت؟ وان كان يا مولانا عرفا عندنا بقى منسحب على الطعام ذات نفسه اللي بتاكل. خلاص العبرة بقى بالعرف، لكن دي من ناحية لغوية. وكذلك الشرب بضم الشين بمعنى المشروب، فالمراد منهما المأكول والمشروب كما يشير إليه، في شرب اللي هو المشروب وفي شرب اللي هو النصيب من المشروب. يبقى شرب ده نصيبك من الإيه؟ من المشروب. والمشروب كما يشير إليه قول الشارح: وإن قل المأكول والمشروب ولو طلع الفجر وفي فمه طعام فلم يبلع منه شيئا صح صوم، سواء طرحه أو أمسكه بفيه، وإن سبقه شيء إلى جوفه لم يضر في مسألة الطرح لعذره، ويضر في مسألة الإمساك لتقصيره بإمساكه. يعني أنا بقي الأكل لسه، بصيت لقيت الراجل في الفجر الله أكبر الله أكبر، أروح إيه؟ أطلعه. لما أطلعه وأطرحه من فمي قد يسبقني حاجة غصب عني لا إرادية، حاجة بلحة لا يضر طالما لا إرادية، وأنا ما قصرتش، أنا بطرحه. لا التاني راح أمسكه كده في بق، قال لحد ما أروح بس للحمام علشان إيه؟ أرميه بس في الحتة بدل ما أوسخ الدنيا هنا أو قدام الناس. فهو ماشي إيه؟ شرق فسبقه في جوفه هنا لتقصيره يبطل صوم. واضح؟ قول: وإن قل المأكول والمشروب. زيها برضو قاعد بعد ما هو بيصلي الفجر كده، قاعد بيلعب بسنانه بلسانه كده، طلع حتة رزاية من جوه درسه مثلا، أو حتة لحمة نسيرة كده، فراح بلح بطل صومه وبطلت صلاته، لأنه كأنه أكل وشرب في الصلاة جوه الصلاة كمان، تبطل صلاته ويبطل صومه. أمال يعمل إيه في المصيبة دي اللي لقاها ببقه؟ يجيبها بطرف لسانه على شفته وخلاص، وبعدين يمسكها كده وخلاص، فاهم؟ لكن ما يبلعهاش، يطلعه يبلعها ما يصحش، وبعد كده يبقى يستعمل سواك قبل ما يصلي عشان ما يخشش في الأزمات دي، ويصلح الحفر اللي في درسه اللي بيستخبى فيها كيلو لحمه دي، يروح يحشي دروسه بقى ويقدر عشان ما يخشش في ايه؟ ما يخشش في مشاكل. لا لا لا، طالما ما غيرتش طعم ريقه خلاص. ما هو ده متمضمض قبلها وكل حاجه، ده هي ما بقاش ليها طعم من كتر ما اتمضمض، بس هي كانت شبكه فراح طلعها وراح بلعها، يبقى هنا بلعها متعمد. انما افرض في درسه عند درس العقل وقعت مع ريقه وبعد مخرج الحائط لا يضر، واخد بالك؟ لانها بعيده ما ياخدش باله منها. وان قل المأكول والمشروب اي كسمسمه ونقطة ماء، في اكتر من كده سمسمه، يعني الرزاية بالنسبة للسمسية كبيرة برضه. قوله: عند التعمد، لازم يبقى عند التعمد، أي فهو قيد في هذا وما بعده، وإن أوهم كلام المصنف خلافه حيث لم يقيد بالعمد إلا في القيد، فلو قيد به في الجميع لكان أولى. يعني عمد آكلا أو شاربا أو قيئا عمدا كله يضر طالما عامد، لكن لو أكل شاربا أو أكل ناسيا أو شرب ناسيا لا يضر لأنه ناسي، كويس؟ طالما ناسي قاء ناسيا برضو، يعني تعمد القيء يعني قيأ نفسه لكن كان ناسي انه في الصوم في اللحظة دي، فاول ما تذكر وقف خلاص لا يضر. ولا بد من العلم اخذا مما بعده والاختيار ايضا، لابد في الحالات دي ان يبقى في الاختيار، علشان كده قال لك لو بلح حاجة بعد مخرج الخاء وبعد العلماء قال لك الحاء
يعني إذا كانت الحاجة اللي هيبلعها قدام مخرج الحاه يعني يعرف يتنخمها ويجيبها أمامها، يبقى لا يعذر ببلعها. لو كانت بعديها يبقى خلاص راحت سكة اللي يروح ما يرجعش، يبقى مش متعمد. فهم؟ واختلفوا هل هي مخرج الخاء، لأنه مخرج الخاء أمام مخرج الحاء، مش كده برضو؟ بعضهم قال لك الحاء احتياطا، وبعضهم قال لك الخاء. والاختيار أيضا، فلو أكل أو شرب مكرها لم يفطر، لأن حكم اختياره ساقط، لأن من عوارض الأهلية الإكراه، من عوارض الأهلية الإكراه. فلو أكرهوه يشرب في نهار رمضان فشرب إكراه ملجئ، فشرب لا يفطر، يشرب لحد ما يزول الإكراه ويستمر في صومه بعد ذلك لأنه مكره. كويس؟ فالمكره كان ناسي، المكره كان ناسي. ويقضي يا دكتور؟ ما هو صح صومه يبقى لا يقضي، احنا قلناش فسد. رفع عن امتي ايه؟ ان الله تجاوز لي عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه، مش كده؟ فان اكل ناسيا اي او شرب كذلك، وقوله لم يفطر اي وان كثر لخبر الصحيحين، من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. قول او جاهلا، هذا يدل على ما قدمناه من اشتراط العلم، هذا يدل على ما قدمناه من اشتراط العلم، لكن في مفهومه تفصيل، كما اشار اليه بقوله ان كان قريب عهد بالاسلام، لان لا يتصور جاهل بالاحكام الصيام انه الاكل ما يفطر ما يفطرش، ما يتصورش ده، الا بقى يكون واحد لسه حديث عهد بالاسلام ونشأ في بادية بعيدة ومكان مهجور، معلش ده يتصور مرة ولا حاجة في النادر. لكن ده حتى الكفار عارفين ان المسلمين لما يصوموا لا ياكلوا ولا يشربوا، ده المسيحيين عارفين كده، اليهود عارفين كده، يبقى المسلمين مش عارفين؟ فلا يتصور ايه هذا الا لو نشأ في مكان بعيد عن اهل الاسلام ويكون حديث عهد باسلام. فان كان جاهلا معذورا لم يفطر، وان كان غير معذور افطر، يعني ما يعرفش الاحكام دي وهو اصلا ساكن في القاهرة والازهر جنبه وكل الناس عارفة الحكاية دي، مطلب النايم على ودانك يقول اصلا انا كنت شعر، ما انا اصلا ما قالوا ليش. طب ده انت يا عم انت طول عمرك، ده انت مولود فين؟ يقول لك مولود في باب الشعريه. الله، باب الشعريه؟ ده انت بينك وبين الازهر محطتين، يعني ما عرفتش جاء عليك كام رمضان؟ 30 رمضان ما تعرفش ان الاكل والشرب ده غير معذور، ده جاهل غير معذور. فلو اكل وتحجج بالجهل نقول له لا افطرت وعليك الاعاده، واخد بالك؟ لانه ده غير معذور بالجهل. انما الثاني جاي لك من ادغال افريقيا ولسه مسلم جديد وده اول رمضان يعدي عليه فأكل، فقلت له لا كده ما ينفعش عند المسلمين، فامتنع يتم صومه ولا يفطر لأنه ده جاهل معذور، واخد بالك؟ فبيقول وإلا أي وإن لم يكن قريب عهد، وإن لم يكن قريب عهد بالإسلام ولم يكن نشأ بعيدا عن العلماء، يعني فإيه؟ فيضر، يبقى جهله يضر. يبقى عشان يبقى جاهل معذور يبقى لازم يكون إيه؟ حديث عهد بالإسلام ونشأ بعيد عن العلماء، يبقى ساعتها جهله يضر، جهله لا يضر. قوله الجماع والإمساك عن الجماع، أي من حيث الإمساك عنه بقرينة أن الكلام في الفرائض، ومعلوم أن الجماع ليس منها، ومثله الاستمناء. يعني كان عاوز يقول الإمساك عن الأكل والشرب والجماع بالعطف كده، ماشي، فهمتني ازاي؟ ومثله الاستمناء يعني باليد، يعني اخراج المنية ايه؟ فلو ذكره لكان اولى، لكن لو بالفكر لا يضر، لو امنى بالفكر او بالنظر لا يضر، واضح؟ وهو صائم. لكن لو امنى بفعل جارحة اخرى كيده او يد غيره ضر الصوم،
ولو احتلم نائما وهو صائم لا يضر، لأن النائم مرفوع عنه القلم. واضح؟ ومثله الاستمناء، فلو ذكره لكان أولى، يعني الجماع والاستمناء كما مر، لكنه لم يذكره لكونه في معنى الجماع. وقوله عامدا أي عالما بالتحريم مختارا، فلا يضر الجماع جاهلا معذورا زي الجاهل المعذور اللي هو حديث عهد بإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء، يبقى ده جاهل معذور. فلا يضر الجماع جاهلا معذورا أو مكرها أو فعله مكره أو ناسيا، تضيفها برضه أو ناسيا. وقوله أما الجماع ناسيا مقابل للجماع عامدا، وقوله فكالأكل ناسيا لا يضر برضه، أي في أنه لا يفطر كما علم مما تقدم. ولو كان مجامعا عند طلوع الفجر فنزع حالا صح صومه، زي اللي بقوا الأكل الفجر جدا رماه صح صومه. كذلك فهو في لحظة الجماع يعني الإيلاج سمع أذان الفجر فنزع في الحال صح صوم. كويس؟ وإن أنزل بعده، لما نزع أنزل في الخارج لا يضر، لتولده من المباشرة المباحة قبل الفجر. وإن لم ينزع حالا ضر، لم يصح صوم. وإن لم يعلم بطلوع الفجر إلا بعد المكث، حتى ولو ما كانش عارف بطلوع الفجر، جامع وبعد ما جامع ما كانش سامع أذان، بص في الساعة كده قال ياه ده الأذان بقاله 10 دقايق مدة، إيه ده؟ فبان له أنه كان جامع بعد الفجر، يبقى ضر صومه وعليه بالإمساك. واضح؟ ولو نزع حين علم ولو لم يبق من الليل إلا ما يسع الإيلاج، للنزع امتنع الإيلاج. وقيل يجوز ويجب عليه النزع حالا، يعني فاضي من وقت ما فيش لحظات، لو أدخل ذكره هيدن، فهل له يدخل ثم ينزع أول ما يدن في اللحظة دي عشان تبقى صومه صح، ولا لا يدخل من الأصل؟ قولان، واخد بالك؟ الراجح انه ليس عليه العلاج، يبقى لا يدخل من الاصل، ده خلاص الفجر حيد، فهمت؟ وفي قول ثاني قال لك لا، لو ادخل قبله بلحظة فاذن يبقى عليه النزع، لانه لحظة ادخاله لم يكن اذن بعد، بس الرأي ده ضعيف. قوله تعمد القيء، وكذلك الامساك عن تعمد القيء، اي من حيث الامساك عنه كما لكن لو القيء جاء غصب عنه زرعه القيء يبقى لا يضره، الصوم صحيح لانه مكره. انما لو تعمد هو ان يقيء نفسه حط ايده في حلقه كده فقاء يبقى هنا يضر. اي من حيث الامساك عنه كما تقدم في سابقه، فان تعمده بطل صومه، وان تيقن انه لم يرجع منه شيء الى جوفه، كأن تقايأ منكسا يعني متشقلب كده. آية قال للفقهاء انتوا بتقولوا ليه تعمد القيء يفطر يا فقهاء؟ قالوا له علشان ممكن مع تعمد القيء جزء يغلبك ويروح داخل جوفك تاني. قال لهم لا ما تخافوش، انا حقيقي نفسي وانا متشقلب، شغال بقى في سيرك الحلو وايه، ولا انا حتقايا وانا متشقلب. قال لك برضه ولو قاء نفسه هو ايه منكسا برضه، فهمت؟ ولا بد ان يكون عالما بالتحريم، يبقى برضه علشان نقول انه ان تعمد القيء مفطر عنده لازم يبقى عالم بان كده حرام ويكون مختار، يعني القيء هو اللي عمله بايده مش هو اللي زرعه غصب عنه. وخرج بالتعمد ما لو كان ناسيا، ناسي انه صايم ولقى معدته مضايقاه، اصله اتسحر على صينيه كنافه وطبقين فول وعشرة زبالي وصلح، لما بطنه بقت زي بوجي كده، يا بطني، فبقى عايز يتقي عشان يريح بطنه بقى، واخد بالك؟ وخرج بالتعمد ما، انا فاكر احنا كنا نواب والله كان معانا نايب كل 20 زبدية،
عشان يعاقب زمايله. هم بيدوا لكل واحد في النبطشيه زبديه يتعشى بيها مع بتاع النواب يعني في سكن النواب. فهو متخانق معاهم راح فتح الثلاجه وكل كل الزبادي علشان يعاقب زمايله. هو كله من هنا واحنا كلنا نايمين وهو رايح جاي على دوت الميه. قلنا له تستاهل عشان ما تعملش كده تاني. قالوا بقى دور انسان فظيع. اللي اخده من هنا عوضه من هنا. وخرج بالتعمد ما لو كان ناسيا. كويس؟ فلا يفطر. وكذا لو كان جاهلا معذورا. عارف الجاهل المعذور اللي هو حديث عن الاسلام ونشأ بعيد عن العلماء، ده المعذور. سهلة؟ بأن كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ بعيد عن العلماء. فإن كان غير معذور أفطر، ولو كان مكرها لم يفطر. وهو الذي يظهر تفريع الشارح عليه بقوله فلو غلبه القيء، كأنه مكره لم يبطل صومه، لأن ذلك كالإكراه. ومحل عدم بطلان صومه إمتى لا يبطل صومه؟ اللي هو زرعه القيء ده غصب عنه، ما لم يرجع شيء تاني إلى جوفه بعد خروجه. يبقى الحالة دي يبقى صومه صحيح. لكن افرض وهو بيتقى كده راح دخل حاجة، يبقى في الحالة دي ما لم يعد شيء من القيء إلى جوفه باختياره فإنه يبطل حينئذ. والأصل في ذلك خبر ابن حبان وغيره، من زرعه القيء أي غلبه وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. وكالقيء التجشؤ، يتكرع يعني كل شوية يعني يكرع نفسه لحد ما عصارة المعدة ترجع في فمه ويبلعها، اسمه التجشؤ. فإن تعمده وخرج شيء من معدته إلى حد الظاهر أفطر، وإن غلبه فلا. ونقف على قوله والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء، أحدها وثانيها ما وصل عمدا إلى الجوف إن شاء الله يوم السبت 11 أكتوبر. وعليكم خير، لأن هناخد الأجازة بقى السنوية ابتداء من اليوم، وهيبقى ساعتها الدرس بين إيه بعد العشاء مدة ساعة واحدة، لأن هيكون توقيت شتوي. فالتوقيت الشتوي الدروس بتبقى بعد صلاة العشاء لمدة ساعة. لكن في التوقيت الصيفي بيبقى بين المغرب والعشاء زي اليوم دي. فهيبقى إن شاء الله السبت 11/10 اللي هو تاني سبت في شوال. وفي رمضان احنا اجازه اصل شعبان ورمضان من الدروس اللي هي خارج المسجد ده، وغير درس الفجر. درس الفجر هنا مستمر طول العام، اللي هي قراءه سنن الترمذي بشرح المبارك فوري اللي هو كتاب تحفه الاحوازي، ده يوميا بنقراه ما عدا يوم الفطر ويوم الاضحى. ومع الفجر يوميا ده على طول ده مستمر. وفي اثناء رمضان هيبقى في دروس بقى اللي هي بتاع التراويح، اللي هو كتاب بهجه النفوس للشيخ ابن جمره، لسلطان العلماء ابن جمره ابن ابي جمره. ده من حيث بقى ايه اهل السلوك يقسموا الصيام كده، صيام عوام اللي احنا بنشرحه ده، وصيام خواص يمتنع عن كل ما حرمه الله من الكذب، من الغيبه، من النظر غير المباح، من الالتفات لغير الله، ده صوم الخواص بجانب الحاجات دي. وصوم خواص الخواص يمتنع عن ما كل سوى الله، عن كل ما سوى الله، يعني يصوم عن الاكوان كلها. كويس؟ ده خواص الخواص زي صيام النبي كده صلى الله عليه وسلم. نسأل الله ان يرقينا ويعلمنا ويفقهنا. وكل عام وانتم بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في رجب وشعبان ويبلغنا رمضان. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.